معلق جدنبت المعلق. ابو عبد الكريم في قصه صح؟ نعم عطنا. بسم الله. هذا واحد تخرج وتوظف وتزوج ما شاء الله ورب رزقها بحرمه ما شاء الله عانت على دينه ودنياه ما شاء الله. الله وما شاء الله هو اياها وهو اياها وصارت ام عياله وعايش معها احلى احلى عيشه يا سلام وما شاء الله ما فتحت عليه الدنيا يا الله ما فتحت وهي معه وتدله على الخير ومعه ومربية عياله ويعني تقول يدهينها لا تنكتي يا سلام سلام مره في بعض المجالس ويصير يدور الحديث ويدور كذا فلان معدد وفلان معدد وهذا قوي وهذا ما هو بقوي وهذا يخاف من حرمته وهذا ما ادري وش تاثر يعني اي هو واحد من المجالس جالس وصار ينغزون عليه ايه فلان قال هو يعرس الناس كلهم هذا معرس الله فلان يخاف من حرمته يخاف من حرمته ايه تعقص عني لا لا تفاعل متفاعل فلان يخاف من حرمته فلان وفيه فلان ما فيه كثر عليه الكلام نعم كثر عليه الكلام قال انا أنا أتزوج أخذ الثانية ولا خفت ولا شيء أبا أخذ الثانية أي يلا من يزوجني منكم قام واحد قال والله أبشر 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 والله بالمرة كيف أبشر والله بالمرة هذا عندي يحب خراب البيت عندي بنتي وأنا بلاقي أحسن منك أيوة توكل على الله والله فيش صادق وذا اللي في المجلس صادق لا يا رجال ترى لا تحرص يا رجال ترى رجال ما قال أفا وأنا أبو فلان لا والله اللي صادق يحمسون إيه المهم طلعوا يا من قال حطني يومين حتى برد عليك لازم بسأل البنت الشرع لا أنا أعطيتك حلو انا بالنسبه لي اعطيتك اعطاك الله لكن البنت ما اشوف نعم باقي راح سال البنت وقالها ترى فلان وفلان جيد وفلان 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 قالت اللي تشوفها يا ابوي في مره يا سلام كلمه قال البنت تراها وافقت وتعال للشوفة ما شاء الله لازم تشوفها الشرعيه نعم المهم خذ من موعد وجاه تقاوى عنده ودخلت البنت وشافها وجازت له زينة ما شاء الله المهم قالت توكلنا على الله يقولها للأبو هذا شيك بخمسين ألف الآن تجهز أمورها وتجهز دنياها وذهبها وهذا عقب رجال بخير يا ما شاء الله هذا هذا شيك الحين بخمسين ما شاء الله المهم طالع من عندها يوم يومين عندها اللي في البيت ايه يغليها ويحبها ما شاف منها شيء ما زد حست خاطره بالسنين ذي كلها واقفت معه وكل شيء عود الحين قام يهوجس فيها ام فلان ام انا وش سويت بنفسي انا ما ادري كيف اعلمها انا كيف اعلمها انا المهم جسمه ما يبي يحس بخاطره الحرمه عرفته يوم يومين تشوف الرجال تغير ما هو برفيجها ما هو برفيجها الأول أبو فلان ما فيك شيء يوم على ما قال هذا الجو جلست وياه قالت أبو فلان وش فيك قال ما في شيء فيك بلا قال خاسرين شيء ترى الدراهم تروح تجي صحيح قال لا الحمد لله عسى ما فيك شيء مريض فيك شيء عرفت ما هي بعلمها الأول قال لا قالت فيك شيء علمني وش عندك شيء ايه ويضاق صدرها ولحت عليه قالت علمني وهو يحبها وأخاف أنها المهم قال لها قصة قال لها أنها كذا وفي المجلس كذا وصار كذا وإني رحت شفتها وكذا ويتناظره يوم خلصت يوم خلصوا ايه يوم خلصوا كنت ناظره يوم خلص وتناظره تقول الحمد لله جعل ما يشاركني فيك إلا حرمة
زين جعل ما يشاركني في كل حرمات، الحمد لله منهم مرض ولا بخساره. يا سلام حرمه الحمد لله رب العالمين. يوم سمع يوم سمع ذا الكلمه الحين هو بينصدم ثاني مره مره يعني قالت حرمه شاركني فيك، الحمد لله انا مو مرض ولا بخساره، حرم هذا شرع الله والله يا تحبه هي وتبني، لكن عاد طيب هذه منهم يرفع الجوال ويدق على ابو البنت السلام عليكم السلام. قال 50 لك تراي استخرت، تراي استخرت والخمسين اللي جت البنت هدية لها الله يوفقها ويرزقها فمان يا سلام يا سلام يا سلام يا زين بعض بالطيب هذا الوفاء بالطيبها سبحان الله طيب الحرمة يا أخي سبحان الله الطيب وسوالف الزينة ما يجي منها إلا الزين. الآن جاء تحويل 1800 ريال للوقف، أسأل الله عز وجل ما شاء الله لمن تبرع، أسأل الله أن يرفع درجات في عليين وأن يجعل ما بذله بركة له في الدنيا وفي الآخرة. ترى اللي يبذل الآن أنا أجزم